مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نجم منتخب الجزائر ومحطم الأرقام القياسية إسلام سليماني صنع الحدث ونال الاحترام بعد تسجيله الهدف واحتفاله بعلم فلسطين في المباراة التي انتهت بفوز الجزائر ضد الصومال. عرض إعلاناتكم على باقة باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.